دوك اليوم كما شفتوا تم اختتام ايام المؤسسه اللي هي كانت على مده 3 ايام 7 و8 9 ديسمبر، واليوم الاخراني هذا 9 ديسمبر تم تخصيص مساحه كامله لفئه الاداره العامه للديوانه، خاطر من بين الاهداف تاع الدوره هذه هو انه باش نحكيوا على مكافحه التهريب والتجاره الموازيه. تم تخصيص اليوم هذا للاداره العامه للديوانه اللي جاوبنا على استفسارات المستثمرين، استفسارات الاقتصاديين واستفسارات الصحفيين في كل ما يتعلق بدور الديوانه في مكافحه التهريب، ولمده 3 ايام حطينا ضباط وحطينا لجنه على ذمه الندوه هذه والايام هذوما اللي جاوبوا على ذمه استفسارات كافه المستثمرين والمشاركين في هذه الندوه. والاداره العامه للديوانه كما تعرف من بين اهدافها الاساسيه في كل سنه هو مكافحه التهريب، لما تعرفوا من تاثير مكافحه التهريب على الاقتصاد التونسي، على خزينه الدوله، على صحه المواطن، على امن المواطن وعلى قوه المواطن. هذاك علاش الاداره العامه من بين الهياكل الاولى المختصه في مقاومه التهريب ديما تولي عنايه كبيره وعنايه كامله لمقاومه التهريب، خاصه الاداره العامه للديوانه الجانب اللوجستي من كل ما هو عنصر بشري، كل ما هو تجهيزات على ذمه وحدات بتاع العمل الميداني والمختصه في مقاومه التهريب، التكوين، تطوير الكفاءات والقدرات بتاع الاعوان المختصين في مكافحه التهريب. وكما شفتوا قدمنا ارقام طيبه، ولو انه احنا ديما نطمحوا ان نقدموا مخير، ديما نقدموا مخير، لكن قدره الله ماشيين في الثنيه صحيحه. وان شاء الله وراو التهريب، راو مقاومه التهريب ماهيش مقاربه امنيه فقط، مقاومه التهريب راو يلزم كافه المتدخلين يحطوا يديهم في مقاومه التهريب، من صناعيين، من تجار، من مواطنين، من مستثمرين، من ناس كل من هياكل الدوله، ناس كل يلزمها تحط يديها باش نقاوم التهريب وباش ننقذوا الاقتصاد نتاعنا ونساهموا في انقاذ اقتصادنا وبلادنا، وان شاء الله تونس ديما بخير.